في برضو واحدة من الإفكتس بتاعت الألترا فايلت راديشن وهي الدامج بتاع الآي، وده الحقيقة بيعمل كذا حاجة، بيعمل acute effects زي مثلا حاجة زي thickening of the cornea أو disruption of corneal metabolism، أو ممكن تبقى فيه trauma من البلو لايت يعني susceptible trauma، أو ممكن يحصل low dose في low doses إن يبقى فيه photochemical changes تحصل جوه ال tissues بتاعة الآي، أو ممكن يحصل thermal damage لو إحنا بنتكلم على high doses. ده بالنسبه للاكيوت افكتس. الكرونيك افكتس بقى لو عملت كرونيك اكسبوجر للالترا فايولت ممكن يعمل بيرمننت دامج تو ذا كورنيا، وده في الاخر بيبقى طبعا بيسبب لي مشاكل بالنسبه للعين كبيره الحقيقه. فبيستحسن طبعا الناس اللي بتبقى اكسبوزد انها بتشتغل بره في الشمس مثلا وفي الترا فايولت راديشن، بيبقى فيه في العدسات بتاعت النظارات ممكن عدسات بتبقى بتبلوك اليو في راديشن، فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نستعملها علشان تقلل الدامج بالنسبه للاي للناس اللي شغاله في الخارج يعني في ضوء الشمس فترة طويلة.